طبعا مثل ما قلنا بالنسبة للشفافية نستطيع تغييرها من خلال هذا الشريط. نبي نخليها بوسط، ونبي نغير اللون، نستطيع تغيير اللون من خلال الضغط على المربع، ونغير اللون للنبي مثلا نخليه برتقالي. الحين نجي على الشكل. طبعا الشكل في نوعين، لا يوجد شكل يعني يكون طبيعي، ويوجد شكل انحناء فقط. وشكل الانحناء ما يفيد إلا في الأحرف الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية، لأن إذا ضغطنا على أحرف عربية يصبح الشكل مشوه مثل ما نشوف، غير واضح أيضا. فنجعله بدون شكل، نجعل العنصر بلا شكل. طبعا الحين هذا بالنسبة للقالب الجاهز اللي هو من نفسه جاهز، وأنا بس أعدل عليه أشياء بسيطة. الحين لو بنبدأ مع بعض قالب جديد، خلنا نرجع للصفحة الرئيسية ونختار قالب جديد. طبعا نرجع للصفحة الرئيسية ونختار قالب فارغ احنا ننشأه مع بعض. نروح على صفحة القوالب مثلا، ونضغط على نختار مثلا التعليم، نختار التعليم، بعدها نختار مثلا معلومات رسومات تعليمية، نصنع منشورة مع بعض أو معلومات رسومية مع بعض عن طريق. طبعا يوجد عندنا العديد من الرسومات التوضيحية، بس احنا اللي بنسوي لنا مثلا منشورة فارغة أو قالب فارغ. طبعا تودينا حق صفحة جديدة مثل ما قلنا إذا نبدأ التصميم، وهذا تنقلنا إلى صفحة جديدة. طبعا الصفحة مشابهة تقريبا للصفحة الأولى، فيها نفس العناصر ونفس الشريط الرئيسي اللي فوق، وأيضا القائمة هذه الموجودة نفسها، تختلف بس المحتوى يختلف، والشريط اللي تحت أيضا نفسه، والصفحة نفسها بس تكون فارغة بدون عناصر بدون ولا شيء، أنا أضيف فيها الأشياء التي أريدها. وطبعا القوالب بنعرف ان نبحث هنا على اسرع القوالب ابيها، وهنا عندي قوالب رسومات تعليمية ذاهبة، هو محدد لي اياها، كاتب لي معلومات رسومية ذاهبة تظهر لي كل القوالب اللي فيها. العناصر نفسها هي العناصر السابقة نفسها ونفسها، كل العناصر اللي تحت او القائمة اللي تحت كلها نفس الشيء ما تتغير. طبعا الحين نبدأ الشغل. طبعا بغير لون الخلفية، اضغط على الخلفية، عند الضغط عليها تظهر لنا مربع، المربع اللي هو لون الخلفية. لما اضغط عليه اقدر اختار لون الخلفية، مثلا خلنا نختار اللون هذا. الحين غيرت لون الخلفية، الحين بقرب الخلفية عشان تكون اوضح. الحين راح نسوي المنشورة أو الرسوم التعليمية عن أنواع التلوث. خلينا نحطها عن أنواع التلوث. أول شيء طبعا نحط النص، ونريد إضافة عنوان. العنوان خلينا نخليه في أعلى الصفحة، نجعله في أعلى الصفحة، ونكتب عنوان درسنا أو عنوان الرسومات التوضيحية اللي هو أنواع التلوث. نغير نوع الخط، نخليه خط ونكبر حجم الخط. الحين بنضيف إضافة عنوان فرعي اللي هي أنواع التلوث، 3 أنواع. طبعا إذا كنت بشتغل لازم أقرب عشان يوضح معاي، ونصعد فوق. العنوان الفرعي الأول اللي هو النوع الأول اللي هو التلوث الهوائي. هذا النوع الأول.
النوع الثاني اللي هو التلوث المائي. نغذيهم طبعا. نوع التلوث الأخير اللي هو تلوث التربة. هذه هي الثلاث أنواع، المسافة بينهم متوازية. هذه هي الحين بالنسبة لهذا الشيء. الحين نضيف أيضا نص تكميلي اللي هو أسبابهم. السبب نضع نقطتين، السبب اللي هو التلوث الهوائي هو الدخان، نقول إنه دخان المصانع، هذا هو السبب الأول نحطه. اثنين، خلنا نشوف، أيوة السبب الأول اللي هو سبب التلوث الهوائي. الحين حق التلوث المائي اللي هو سبب مخلفات المصانع، خلينا نقول نزله تحت شوية. بالنسبة للتلوث الترابي خلينا نقول مخلفات البشرية. مخلفات البشرية نضعها في الأعلى، نعدل موضوعها بس آخر مرة. تمام، الحين نزين الصفحة. طبعا لو احنا الحين مكبرين الحجم، طبعا لو نصغر راح نشوف ان في مساحة اكبر ونعدل على راحتنا اكثر. اول شيء نبدأ بالحجم، خلنا ننزل الكلام الى اسفل. التلوث نزل هنا، أنواع التلوث جميعا خليها متساوية. آخر شيء تلوث والعنوان الرئيسي نخليه شوية هنا. أوكي، الحين نحط مثل الأسهم، العناصر الأسهم عشان نوصل بين أنواع التلوث. خلنا نكتب مخطط سهمي. لا يوجد مخططات سهمية، نرد على الأسهم. نختار احنا الأسهم اللي تناسبنا، اللي في أسهم توجد اللي هي البرو. طبعا نبي نشوف أنواع الأسهم كاملة، نختار منها اللي يناسبنا. أنا أحتاج أسهم تتفرع منها ثلاثة تفرعات، نقدر نسوي تكرار. خلنا نختار هذا السهم،
نسوي له تكرار نضع في موضع موازي. عندنا التلوث الهوائي والتلوث المائي، طبعا تلوث تربة. هنكبر حجم الخط حتى يوضح معانا. بالنسبة للسبب لم كامل الحين نضع سهم لهذا السبب، للأسباب نضع لهم مثلا هذا السهم، ونعدل على دورانه أو ميلانه ونجعله أصغر في قليل، ونغير موضعه بحيث أنه يكون هني. نشوف أن الحجم مناسب فنصغر الحجم أيضا. نصغر مثل ما قلنا، نصغر حجم السهم نجعله أعلى قليلا، ونكرر نفس السهم نكرره مرتين، مرة بالتلوث الهوائي. نغير حجمه عن حجم الخط الثاني لأن في مسافة غير عن بعض. ننسخ نفس السهم هذا لأنه نفس المسافة، نضعها نضع السهم هني. بالنسبة لي بغير ألوان الأسهم بحيث تعطي حيوية للمنشورة أو الرسوم التعليمية. هنخلي لون السهم مثلا نجعله أزرق غامق، ولون السهم الثاني أيضا نفسه حتى يكون متطابقين، ونجعل السهم هذه ألوانها مثلا تلوث هوائي نعطي نخليها مثلا أخضر، نخليها أخضر غامض، هذا نفس الشيء نخليه أخضر غامض، هذا أيضا نفس الشيء أخضر غامض. هذا بالنسبة للأسهم. الآن نريد أن نضيف بعض العناصر اللي هي التصاميم، بعض العناصر اللي هي مثل عن التلوث. تتكلم عن التلوث المائي والهوائي، خلنا نكتبه شيء مثلا هني بحث الأخير عندنا، خلنا نحط التلوث الهوائي. المصانع عندنا أشكال كثيرة، خلينا نختار هذا لأن تلوث المصانع إحنا قلنا دخان المصانع. أو عذرنا المفروض أيوة نحركها ونحطها شوي تحت، نصغر حجمها. نصغر حجمها أكثر، نضعها في الوسط هنا. هذا بالنسبة للتلوث الهوائي. الحين التلوث المائي اللي هو قلنا مخلفات المصانع، أو المخلفات البشرية، وليست مخلفات المخلفات البشرية. مخلفات البشرية التربة، مخلفات الماي اللي هي مصانع. هذه الصورة حلوة نحطها، نصغرها شوي ونضعها تحت المخلفات المصانع. الآن بالنسبة للمخلفات البشرية اللي هو التلوث، تلوث التربة، خلنا نختار هذه الصورة أو هذا العنصر قصدي، نصغره شوي ونجعله هنا.